أما الحفل 32 لسباقات السرعة في ميدان الملك عبد العزيز أيضا كان في كأس الوفاء لسمو الأمير محمد بن سعود الكبير. طبعا كان في تألق كثير كبير لخيول السرعة في هذا الميدان، ولكن مربط أبناء الملك أو اسطبل أبناء الملك ما زال يثبت جدارته ويحقق إنجازات أكثر في هذا الميدان، لذلك كان الكأس من نصيب ابن النفيس لمالكه أبناء الملك عبد الله بن عبد العزيز. إذا حابين تشوفوا أجواء الحفل 32 خلينا نشوفها سوا بهذا التقرير. انطلقت في ميدان الملك عبد العزيز منافسات الحفل 32 لسباقات السرعة، وهي أولى البطولات الكبرى لهذا الموسم على كأس الوفاء، كأس سمو الأمير محمد بن سعود الكبير الذي وضع المغفور له بإذن الله خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وفاء منه لسمو الأمير محمد بن سعود الكبير رحمة الله عليه. سباق الـ 32 حمل لعشاق رياضة سباقات الخيل الكثير من المتعة والحماس. في الشوط الأول وعلى مسافة 1600 متر استطاع النجم الباهر بعمر السنتين من الخيول التي لم تربح من الإنتاج المحلي والعائدة ملكيته للصبل أبناء الملك عبد الله من خطف المركز الأول، بينما ذهب لقب الشوط الثاني من هذا الحفل لصالح صوت السلام للصبل الشاطري. أما في الشوط الثالث فقد استطاع الجواد مستند لأبناء الملك عبد الله بن عبد العزيز من تحقيق الانتصار والفوز بلقب هذا الشوط. أما الشوط الرابع والمخصص للخيول التي لم تربح إنتاج الأربع سنوات إلى خمس سنوات استطاع متنامي لاسطبل الشواهد من خطف اللقب الذي كان على مسافة 1400 متر. وقد كان المركز الأول من الشوط الخامس الذي خصص لعمر ثلاث سنوات للخيول المنتجة محلياً والتي لم تربح على مسافة 1600 متر لصالح مشرع لأبناء فهد بن سليمان الفوزاني. الجواد المشرع كان من أول إنتاج الاسطبل، والحمد لله اليوم كتب الله التوفيق وكسب، وهذا اللي كان متوقع منه، كان متوقع منه انه يدعس المسافات البعيده، والحمد لله العام ركض له مركضين او ثلاثه ما ادى المطلوب منه، هالسنه الحمد لله ثالث رابع واليوم اول، وان شاء الله المزيد افضل باذن الله. اليوم عندنا اوجب في كاس الوفا، ان شاء الله عندنا في 2004 التوباد شريناه من المزاد احد المزادات، وان شاء الله في كاس الملك في جوادين جروب 1 جايات للسعوديه. والله الحصان كان للمالك دخيل الرويس وبدن السبيعي. بدن السبيعي اعطانا راي انه الحصان ممتاز، وعسى الله يطرح البركه ان شاء الله، واول مشاركه له بالشعر، والحصان جبنا له خيال عالم اللي هو اوليفي بليه، وان شاء الله التوفيق من الله. بينما ذهب لقب الشوط السادس والمخصص للخيول عمر ثلاث سنوات لصالح ريم الخيل العائده ملكيتها لابناء عبد الله فراج العجمي. وجاءت منافسة الشوط السابع للأفراس المستوردة والذي انتزعته البطلة ريد فايلر لمالكها الصبل الغريبان التي حققت المركز الأول. واستطاع الجواد ليمان لأبناء الملك عبد الله بن عبد العزيز من السيطرة على مجريات الشوط الثامن وخطف لقب هذا الشوط. أما الشوط التاسع المخصص لجميع الدرجات من الخيول عمر أربع سنوات فأكثر استطاع جذور لعبد العزيز السهلي من تحقيق اللقب. وإلى الشوط العاشر والأخير والذي كان على أولى الكؤوس الكبرى كأس الوفاء استطاع الجواد ابن النفيس لأبناء الملك عبد الله بن عبد العزيز من خطف هذا الكأس برفقة الخيال محمد دهامي، حيث خصص هذا الشوط لجميع الدرجات من إنتاج الأربع سنوات فأكثر وكان على مسافة 2000 متر. الله يبارك فيكم وشاكر لوجودكم معنا اليوم في السباق. طبعا اليوم السباق كان تعرف كأس سيدي خادم الحرمين سيدي الأمير محمد بن سعود الكبير، هو من أهم السباقات اللي حنا نحاول نكسبها، لأنه كأس فيه الوفاء وفيه المحبة، لهذا اليوم كان يعني مهتم لجميع الاسطبلات أنها تكسب السباق. الحقيقة مثل ما حنا شفنا نحن أوامر أعطيت للخيالة، متوقعين بعض السباقات، كنا متخوفين كان الاسطبل عندنا من اسطبل الامير فيصل بن خالد على حسب النتائج السابقه، والحمد لله رب العالمين اليوم حققنا فيه الفوز.
انا الحقيقه يمكن من البارح انا اقول للاخوان، اقول لهم ان شاء الله بكره اللي بيكسب محمد الدهام الخيال على ابن النفيس، والحمد لله حققها اليوم. الخيال السعوديه الموجودين عندنا بشكل عام، احنا نتكلم انهم من افضل الجوكيه في العالم، يبغى لهم طبعا فرصه التجارب الخبره، لكن بالنسبه لمحمد الدهام ومن هو في جيله تقريبا وصلوا الى العالميه، انا اعتقد انه ما عندهم فرق بينهم وبين اي خيال عالمي، وانتم شفتوا اليوم في من خيره الخيال العالميين مشاركين اليوم، كسب خيال سعودي لما تعطى له الثقه وتعطى له التشجيع، فالحمد لله رب العالمين اليوم كسب. كل الاسطبلات اليوم هي مستعده وتحاول تستعد وتحاول تجهز، وكل السباقات اللي احنا نشوفها اليوم هذه بما فيها كاس سيدي الامير محمد بن سعود الكبير، هو يعني اختبار لخيلنا، استعداد خيلنا للسباقات القادمه، وكل سباق الحقيقه يعد لسباقات الاخرى. الحمد لله، شكرا لفضل رب العالمين، واشكر الامير متعب على دعمه والمدرب وكل من ساهم معي بالاسطبل. السبق جميل والحمد لله، وسبق وفى والحمد لله، وفت الخيل الابيض والحمد لله، وفى الجوكي السعودي على الخيال العالميين، ومفخره للميدان وللاسطبل وللبلد ككل، الخيال محمد الدهام الحمد لله.